ناخذ مكالمة، شوفوا لافرينا إلى حاجة. ألو نعم. ألو، وي مساء النور. مساء الخير. لميا مبليدة، لميا مرحبا بك ومرحبا بالناس بليدة. الله يسلمك خويا. تعيش ابراهيم؟ مش راكي لميا؟ صافا الحمد لله. تماكم راه؟ الحمد ربي، الحمد لله. الحمد لله. ندخل ديريكتومون في ديريكت تاعي. ديريكت. عرفت واحد صافي ديزو كوميم. وي ماشي سمعتك مليح. قلت لك انا يعني نسمع فيك. قلت عرفت واحد صافي ديزو 10 سنين. الله يبارك. 10 سنين يستغ دامور، ما نحكي لك. شطرنا حكينا كلش، تفاهمنا على كلش. بون بالمختصر باش ما نبقاش نهجن. معليش. فينالمون شغل داوشنا هكا يا مات، داوشنا يا مات. انا قاعدة نعيط له باش نصالحه ونكوراجيه. كيف فد عليا قال لي فيونساي تاعي، عرضني الفيونساي تاعو بالاربعة. هذا وحش. 10 سنين. هذا وحش. 10 سنين على جالو. راطيت شحال من اوكازيون تاع زواج، شحال من واحد جا خطب لي نقول له لا غير على جالو قاعدة نسنى فيه. استغفر الله. الله غير ما من بعد اللي خطب قال لي نديرك ديزيان فامو منا وصبري معايا. اللي على بالي بلي ماشي حطت حتى لا ديزيان بلاس. هادي كاع بسبتو؟ نعم. قلت لك بسبتو. بسبتو قاعدة نتسنى فيه. ومانيش صغيرة، مانيش قال في عمري ما بيش انا 20 سنة. كي نتسنى 10 سنين نورمال نلحق 30 ولا ما بانيش انا. تما انا بعد ما حكيتي لي هكذا سا اون غولاسيون افيك لابيل اللي كان معنا من قبل، حب يقول باللي البنات دوك كي يجي واحد يخطبها تقول له اكتيفي سينو يجي واحد اخر، حب يقول سي ليجيتيم، حب يقول باللي من حقهم. ها بيسك هاوليك الانسان 10 سنين هو شادها وهي مشات معاه مرا وفحله وما خلاتوش وجاو خطبوها وما قبلتش ووقفت مع العائله تاعها ومنا اخرتها عيط لها قال لك كيما عروض الفيونساي تاعها. تسمع حب يقول النساء دوكا عندهم الحق، كي يجي واحد يخطبها تقول له اكتيفي شنو يجي واحد اخر مورا كان نخطبو والله يربع. تسمع كاين كاين اللي صح كيما يقولوا دايرينها غير صابرك هكا، وكاين اللي راني نقول لك انا اون بيغسون بليزيوغ فوا واحد يخطبني نقول له لا وقعد نتسنى فيه. فينالمون نهار اللي رفد التليفون قلت لك وعيط لي، كنا مداوسين وقاعدين نرفد نعيط له باش نصالحه ونعيط له ونبعث له. باين كانت مع مرته في هذيك الدقيقه، كانت مع مرته باين سيغمون بيسك كان لاتي مع فيونساي، كان لاتي يقضي في الصوالح تاع الطبق ويقضي في الصوالح تاع الفيونساي. نهار اللي رفد عليا تليفون دو جوغ قال لي رفد عليا بنهار الحد، قال لي نهار الاربعاء الفيونساي تاعي. اوكي معروضه. قال لي كي معروضه اون بليس. نعم. واش كيفاش كان رد الفعل تاعك في هذيك الدقيقه في هذاك اللحظه بالذات؟ ما نكذبش عليك، كوبي تاع لي خففت هكا خففت هكا، حسيت الدنيا فارغه، حسيت روحي وحدي. ديريكتومون بديت نبكي. موراها مرض صرا فيا، ما صرا مرض صح مرض. سبحان الله كيفاش القلب يقعد يكون هكذا قاسي لهذا الحد. واش الحاجة اللي تلحق القلب يقعد قاسي لهذا الحد؟ والله ما نكذب عليك، بالك دي فوا ما نأمنش بلي صح كاين واحد يحب واحدة. صح ما نأمنش، بس ما نقدرش نأمن بلي واحد يحب واحدة ومن بعد يقبل يماه تخطب له اللي تحبها هي. دونك هو على قوله قال لك يماه هي اللي خطبت له، هي اللي فرصت عليه. كاش منها. ايه بيسك يماه باباه مات كانوا صغار، يماه تمحنت عليهم، يماه ربعتهم، يماه ما عباليش انا وشنو. صافي دوكا ما يقدروش يرفضوا لهاي الكلمه. هذيك هي كيحب يتزوج يماه تخير له اللي تحبها هي. كاش منها هادي، هذا كاع ما كاش منه، هذا ما كاش منها. هذا الانسان اللي بعد 10 سنين هكذا خلاه عشره كيما هادي يعني، وخلاك معلقه لمده 10 سنين ونقدروا نقولوا بلي ضيع لك يعني نص محياتك هذاك راح هكذاك بوغيان،
باش اخرتها يبدل في التليفون يقول لك كيما رودا الفيونساي. هذا بو موا هذا وحش، سي ان مونستر هذا. وما نكذبش عليك، جامي زعما خدعتو. يا لو كان هكا تليفون يدخلني نيميرو جديد نعيط له نقول له دخلني نيميرو جديد، يهضر معايا واحد نعيط له نقول له هضر معايا واحد. ما نكذبش عليك، وليت ما نقدرش نشوف رجال من غيره، ما نخسرش في رجال من غيره. يقولوا لي فلان شباب، نقول لهم انا ما شفتوش شباب، خطر على عندي واحد راهو في قلبي. كنت تسنى منه هاد الخرجه هادي؟ ما بتسنى فيها. كيف كي نسمع لي زيست وقتها واحد اختعت واحد نقول لهم يستاهلوا، وما ودي فام نقول على الدنيا راهي تمشي بالمقلوب، على تلقى واحد في دار يطيح فيه واحد خداها، وعلى واحدة في دار يطيح فيه واحد خداها. ما فهمتش الدنيا دي كيفاش راهي تمشي. انا ما فهمتش يا الاخت، انا ما فهمتش. اللي يمشي راجل اللي يخرجوا له الفعاد اللي يمشي معاهم ماشي مليح، ها تخلص عليها كيما انتي. ما فهمناش، ما احنا ما فهمناش، ما كيش غير انتي يا واعر شي وش راح ديري. معليش ان شاء الله يعني تطربي هذاك الريطار هذاك وتنساي هذاك يعني هذيك لا ديسيني نوار هذيك. ان شاء الله يجي نهار وين تكون جوست ان موفي سوفينير ان شاء الله عليك. راهي ما نكذبوش على روحنا، رانا عايشين كما يقولوا نهضروا لا لوجيك. اللي جا نتاوعنا دوكا وحده دي باسي 25 اون يقول لك صاي كبيره ما يتزوجهاش. انا نشوف فيهم 42 اون 45 اون يخطب وحده مولات 18 اون مولات 20 اون. ايماجين يتوا وحده مولات 20 38 اون دوكا مازال زيد تحوش. لا ما تخميش هكذا. لا بصح حنا نهضروا لا لوجيك. لا بصح لا بصح لا انا لوجيك. نشوفوا لي جان انت وانا لا لو كليبر اللي راهم من انا نشوفوا فيهم واحد مولا 45 كون يخطب وحده مولا 20 كون، مولا 25 كون يقول لك سي بون اربان خلاص لي لي زينيتي نقدم برك الاهداء تاع عيسى ما حريت سمحتي منا مبليده مولادي عيش. اوكي اختي اوكي، والغنيه الجايه ان شاء الله نديها لك ليك ان شاء الله. يعطيك الصحة الأخت. الله يسلمك، يعطيك الصحة إبراهيم. سوجي شباب بليزيوغ فوا حبيت نعيط لك، لا بخوميييغ فوا اللي حكمتك، وما عرفتش كيفاش حكمتك على بالك حكمتك. واحد قلبي هكا يخبط مليار في الساعة باش هضر. دوماج، خلاص على لي جينيتي فيكتيمون كيما كان الحال. أنا واش نقدر نقول لك الأخت؟ لكن مازال كي تسمعي فيها إن شاء الله تلقاي مكتوبك سي فغي صح لا لوجيك واش كانت تحكي. C'est vrai que maintenant les gens penchent vers des filles beaucoup plus âgées. C'est vrai que donc يعني باش نحكوا la logique يعني c'est assez difficile pour une fille de se marier à l'âge au-delà de 29 ans ou 30 ans. يعني هذه la logique تقولوا، ولكن من جهه اخرى يعني tout est possible وكل شيء ممكن و c'est pas une science exacte. يعني حاجه عاديه يعني مكتوبه من عند ربي سبحانه. c'est pas l'âge، c'est pas l'âge qui définit المكتوب تاع انسان. ça veut pas dire que عمرك 28 سنه صافي ديك خلاص جاز عليك دخان. نو كاين ربي سبحانه راه كاتب لك وهي رايحه وان شاء الله نتمنى لها كل خير بعد ما جازت وبعد ما قاست. راكم سمعتوا سيداتي وسادتي، ياكم تسمعوا يا بنات، كنت تسمعوا يا رجال. هاد الاغنيه نهديها لها ليها. نو كيما قلنا سيداتي وسادتي يعني واعر الشيء سي تري ديفيسيل يعني دو روبوندير بعد ما تصرا يعني عفسه كيما هادي من بيرسون اللي جوزنا معاها دي زاني بعد اخرتها يعني تبدلك فاسيلمون يعني تقول تعيط لك تقول لك مرم على مجي يخطبوني تهلا في روحك سي سكي اغي. وانا كنت تسمعوا صافي 2 اور ملي بدات ليميشن تاعنا وانا غوسو دي زابيل ناس تبكي كاريمون، ناس تبكي يا ناس واعر شي واحد. Spéciale dédicace pour Yasmine Farah. Eh oui. Au dédicace, elle est Miss Algérie. Tenez. Hein? Ah, y a Miss Algérie. Elle est fort possible la semaine prochaine. L'émission Tana Darba.